يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم طلبتنا الأعزاء، طلبة صف السادس الإعدادي وأكيد بفرعي العلمي والأدبي، أين عندنا إسقاطات وزارية من سنة 2014 إلى 2022؟ أوكي، هذا الملف راح نشرحه كله، نقرأ قراءة مصورة وأكيد راح تنزل على قناة على اليوتيوب وأيضا على قناتي بالتليجرام. هذا الملف كورقي أو هذا الملف راح يكون موجود قناة التليجرام، تقدرون تسحبونه وتتابعوني أنا الشرح كل الإسقاطات الموجودة بالسنوات السابقة. أوكي نجي نقول يا الله ونبدأ. أول كلمة عندي qualifications اللي هي المؤهلات، qualifications librarian اللي هو أمين مكتب، course في أجور دورة، wild أو wild اللي هو غير صالح أو فعال، هنا صالح أو فعال. So hearts يؤذي، sneeze يعطس. So نجي نقرأ أول واحدة my back. my back معناتها ظهري. شبي hearts جبناه منا ونزلناه my back hearts. all time ظهري يؤلمني طوال الوقت. شو وقت؟ أوكي شو وقت يكون زين؟ it only feels okay راح يكون فقط مرتاح بي. when I'm lying down عندما أستلقي. so number two I'm afraid. afraid بمعنى أخشى. I'm afraid your card أخشى أن الكارد مالتك البطاقة المصرفية is no longer valid. no longer valid بمعنى غير صالحة لهذا الحد. ثلاثة I'd like to train أود التدريب أو التمرين as a ك librarian كأمين مكتب. ليش؟ because بسبب I love books لأن أحب البوكس and libraries والمكاتب، فذني ممكن هم يجني هنا الإسقاطات. أوكي نقطة أربعة you have to pay عليك أن تدفع. إيش تدفع؟ your course fees اللي هو أجور الدورة، أجور الدورة أو رسوم الدورة in advance. خمسة when I left school. left school هنا بمعنى من تخرجت. I have a few. I had a few عند القليل من شنو qualifications عند القليل من المؤهلات. but I got a good job لكن حصلت على وظيفة جيدة. شوكت after taking a computer class بعد دخولي إلى دورات حاسوب. أوكي نيجي اثنين اللي بعتها عند renewable. renewable قابل للتجديد. allergics اللي هو حساس أو حساسية. tour guide اللي هو المرشد السياحي. bills حبوب. body language اللي هي لغة الجسد. و take up اللي هو يمارس أو يتخذ. number one you have to take عليك أن تأخذ two of these اثنين من هذا الشيء. شنو bills عليك أن تأخذ اثنين من هذا الحبوب. three times a day ثلاث مرات باليوم. اثنين wind اللي هو الرياح. wind is a الرياحية. renewable source هي طاقة متجددة، هاي متجددة وهاي طاقة. الرياح هي طاقة متجددة of energy أو مصدر الطاقة المتجددة. ثلاثة most smokers أغلب المدخنين take up يبدأون أو يتخذون. ذهبت هذه العادة of smoking عادة التدخين شو وقت when they are teenagers بال سن المراهقة. most smokers أغلب المدخنين take up يأخذون هذا العادة الهابت of smoking. نشوف smoking نأخذ لها take up إذا جتني هنا فوق أكيد. I wasn't a good ما كنت جيد بمن أخذنا لها tour guide بالدليل السياحي أو كمرشد سياحي. ليش؟ because I didn't speak enough language ما أقدر أتحدث لغات كافية أو اللغة الكافية من اللغات. خمسة being able to read قادر أن تقرأ. body language لغة الجسد is a facial for good social communicate هي فرصة للتواصل الاجتماعي. قراءتك للجسد body language هي فرصة للتواصل الاجتماعي. ignition اللي هو مشغل يعني مال السيارة. فريلانس عمل حر. withdrawal سحب أموال. energy engineer مهندس. ankle اللي هو الكاحل. skin اللي هو الجلد.
نجي الأول نقطة. There must be mistake. لازم يكون أكو خطأ. In my statement. في حساباتي. ليش؟ I didn't make. ما مسوي this withdrawal. انطول كشوفات مال حساب اللي قبيها سحب. قالهم لا لازم أكو خطأ. أنا ما ساحب هذا المبلغ. Withdrawal هو المبلغ. It must be mistakes. Mistake اللي هو خطأ. In my statement. في حسابات البنكية. I didn't make this withdrawal. ما مسوي هذا السحب المصرفي. I twisted. وهاي هم ممكن. I twisted. هاي هم ممكن تجيني هي الاسقاط. I twisted my ankle. التواء كاحلي. Playing football. I twisted my ankle. ممكن تجيني I فراغ. My ankle أخليها twisted. ثلاثة. Don't leave. لا تترك. Your keys. مفاتيحك in the ignition. في مشغل السيارة. لا تترك المفاتيح في مشغل السيارة. So number four. The skin. أخذنا لها skin. On my legs. Legs اللي هو ركبة. Legs أو قدمي. Is very dry. شنو العرج اللي جف؟ أكيد الجلد. فناخذ the skin. Skin الجلد مالتي جاف. She pays. Pays تدفع. Money. وفلوس. From her irregular. Irregular غير منتظم. Freelance. هي جاي تدفع فلوس غير منتظمة من عملها الخاص. Work into couple. هذا اني لحتها الثلاثة. بعدين عندنا راح ناخذ الملف كامل. ثلاثة بعد ثلاثة. فنا نكملكم الملف ان شاء الله. اوكي اذا عجبك الفيديو او اذا استفدت منه اكيد سوي لنا مشاركة. بلغ اصدقائك علي خلي يستفادون. والدار على الخير كفاعله والدار للبيع.